بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، متابعينا عبر حلقة جديدة من برنامج أخبار الهجن. هذه الحلقة خصصناها لبطولة دول مجلس التعاون الخليجي لسباقات الهجن العربية الأصيلة من عاصمة الميادين الوثبة، نرصد لكم بها جميع انتصارات هجن أبناء القبائل وكذلك هجن أصحاب السمو الشيوخ. فأهلا بكم معنا من خلال هذه الحلقة الميدانية الخاصة. قبل سنوات هنا في الإمارات على أرض المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، كانت الانطلاقة الأولى لبطولة دول مجلس التعاون الخليجي للهجن والتي تواصلت عبر عدة دول وحققت نجاحا في كل دوراتها فاق حجم التوقعات، وزادت من ترابط ووحدة أبناء الخليج الواحد، وظل الناموس في نسخة البطولة للجميع. عادت بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للهجن في نسختها الخامسة يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى ذات نقطة البداية هناك في عاصمة الميادين برعاية كاملة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. 300 مطية من 4 دول هي الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والكويت وقطر تنافست على ميدان الوثبة بأبو ظبي على مدار يومين، وكان التنافس على أشده. عيون المركز الإعلامي لنادي دبي لسباقات الهجن كانت هناك ورصدت كل شيء. الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله ومن اهتمام ودعم سمو الأمير الشيخ تميم وجهود المضمرين، الحمد لله طلعت بهذا المستوى. مشاركتكم في بطولة الخليج ماذا تعني لكم؟ شيء مهم بالنسبة لنا، وتوجيهات من سمو الشيخ تميم أنه لازم المحافل الخليجية تكون متواجدة الشباب القطري والهجن القطرية، فالحمد لله احنا اليوم كنا متواجدين وهذا شيء أهم شيء بالنسبة لنا. الفوز الحمد لله، هني سمو الأمير، هني جميع الفائزين، وأشكر الأخوان في ميدان الوثبة الشيخ سلطان بن حمدان على نجاح هذا المهرجان، أهنيهم. الكل سعيد الحقيقة، سواء اللي فاز أو ما فاز جميعا احنا كنا سعداء. هذا المستوى يعطينا انعكاس للقادم المهرجانات ستتواجد فيه الهجرة القطرية بقوة. تعرف اهتمام الهجن القطرية وخاصة سمو الشيخ تميم له اهتمام خاص بالنسبة للهجن القطرية، سواء هجن الشحاني أو هجن القطرية جميعا، دعمها بالسباقات والمهرجانات والميادين تعطي نتيجة، والأخوان نفس الشيء بالنسبة لهجن الرئاسة وهجن العاصفة في لها دعم كبير بعد من مسؤولينها، ودائما تكون منافسة بين هذه الثلاث الشعارات. لكم الناموس في القادم. الله يسلمك لنا ولكم، ومشكورين حقيقة مشكورين على كل جهودكم اللي قدمتوها وعلى نجاح هذا البطولة. توجهت الأعين صوب عاصمة الميادين هناك في أبو ظبي. أصايل هي الأجود من بين الهجن العربية جميعها. أصحاب السمو يتابعون من على بعد، وسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة يستقبل الجميع. يجلس على المنصة الرئيسية وبجانبه رؤساء اتحادات الهجن بدول مجلس التعاون الخليجي ورئيس وأعضاء اللجنة المنظمة
وجمهور غفير تابعوا جميعا الأشواط الثمانية لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وتوجوا الفائزين بالكؤوس في يوم عرس خليجي خرج كأبهى ما يكون ليؤكد مجددا على أن خليجنا واحد وأن تراثنا واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في البطولة الخامسة لسباقات الهجن في دول مجلس التعاون، وهذا تجمع على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في ميدان الوثبة. هذا التجمع طبعا هم الإخوان المضمرين والمتسابقين دائما هم يلتقون، لكن حبت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وبالأخص إخواننا رؤساء اللجان الأولمبية في دول مجلس التعاون على قيام لجنة تنظيمية خاصة بسباقات الهجن العربية الأصيلة، وتقام بطولة سنوية لهذه السباقات. وفعلا أقيمت هذه البطولة وهي البطولة الخامسة، وإن شاء الله دائما تجمعنا نحن أبناء مجلس التعاون على خير وعلى فرحة وعلى منافسة شريفة بإذن الله. كيف رأيت تجمع المنتخبات في هذه النسخة، وكيف رأيت جماهيرية هذه اللعبة؟ والله يا أخوي شوف، بالنسبة لسباقات الهجن في دول مجلس التعاون وبالأخص عندنا نحن في دولة الإمارات لها مشاهدينها ولها متابعينها ولها جمهورها. في بعض الأحيان يوم نشوف أي في أيام السباقات المحلية ما شاء الله الجمهور اللي يتابع هذه السباقات في المضامير الموجودة على مستوى الدولة يفوقون حضور أي مباراة في كرة القدم. فهناك في اهتمام كبير طبعا من القيادة ومن الجماهير وملاك هذه الهجن، ونتمنى إن شاء الله أن هذه السباقات تستمر على أرض دولة الإمارات وفي دول مجلس التعاون ودول الخليج. وهذا أول مشاركة لي في البطولة الخليجية، وطبعا البطولة الخليجية هذه الموسم هذا بتكون من أقوى البطولات، لأن طبعا هذه مش غريبة على الخليج، هذه امتداد لمجلس التعاون الخليجي، هذه بطولة من ضمن بطولات، والموسم النسخة هذه بتكون أقوى نسخة لأن نازلين فيها ملاك جدد وعزب جديدة وعزب مدعومة وتواجد يعني منقطع النظير. أتوقع اللي بيفوز في البطولة هذه بيكون موفق وبيكون من أسعد الناس، أتمنى أن احنا نكون من السعداء. والله هذا شيء يشرفني لأن أنا اليوم ما أمثل عزبتي أو حلالي الخاص، أنا أمثل الشعب القطري بجميع طوائفه، وهذا شيء يشرفني يعني، وإن حققت أي إنجاز يكون إنجاز لأهل قطر والمحبين الهجن بشكل خاص. أتمنى أن احنا نتوفق وأتمنى التوفيق لكل أخوان المشاركين. مشارك في الحيل منافسات الحول؟ مشارك في كل الأشواط ما عدا الحقائق، الحقائق يعني مخلينها المهرجانات الجاية، لكن من اللقاية حتى الحيل مشاركين فيها. والله أنا أتوقع أن حق في كل الأشواط، تسع أشواط أتوقع وأتأمل ذلك من رب العالمين. هذه أماني، كل واحد يتمنى زين لنفسه، لكن أتوقع أن احنا الهجن القطري اليوم ما تخلو من الرموز. طبعا العلم النتائج في علم الغيب، لكن اتوقع ان الهجن شحنيه وهجن العزب القطريه الخاصه اتوقع ما تخلو من الرموز، ويكون هناك مفاجآت اليوم وبكره. مع شوط الافتتاح، الصراع القوي كان هو العنوان الأبرز لسباقات اللقاية البكار لهجن أصحاب السمو الشيوخ على مسافة 4 كيلومترات. فبعد أن سيطرت كون لهجن الشحانية على الصدارة خلال الفترة الزمنية الأكبر من السباق، كانت الكلمة في النهاية لمنتخب قطر أيضاً عبر هجن الشحانية عندما شامخت الشامخة بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية، تمكنت من انتزاع الكأس والذهب بزمن وقدره 5:46.8 تاركة الفضة لود لهجن الشحانية، بينما ذهب البرونز لكون لهجن الشحانية أيضا، وكانتا بقيادة المضمر سالم بن جابر بن فران المري. والله أنا أقول إن شاء الله أن الله يوفقنا ولكل حادث حديث، وإن شاء الله الهجن القطرية بتكون على ما هي عليه اللي شفتوه فيها من العام واللي قبله وهذه السنة، تلقون الهجن القطري على نفس المستوى إن شاء الله هو الأحسن، مش إن شاء الله اللي الأحسن، ويوفق الجميع كلهم. الحمد لله هذا توفيق من العزيز الحكيم، ولهم باذلين الجهد في جميع البطولات، لكن المضمرين كلهم مجتمعين، الهجن موجودة
دعم اصحاب السمو الشيوخ الله يطول اعمارهم، والباقي توفيق من رب العزيز. اهدي الناموس طال عمرك الى مقام سيدي صاحب السمو امير البلاد المفدى والى الامير الوالد والى الشعب القطري والى محبين ومتابعين ومشجعين هجني الشحانيه، واشكر طال عمرك اتحاد الامارات على ما قاموا به من حفاوه ومن ترحيب في تسجيل في انظمه في انطلاقات في جميع الامور. صراع هجن الشاحانية فيما بينها تواصل في سباق اللقاية الجعدان لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 4 كيلومترات. سيناريو الشوط الأول تكرر مجددا هنا المحيط لهجن الشاحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية كان مسيطرا على السباق، ولكن فجأة ودون سابق إنذار تسلل الشبل لهجن الشحانية ومضمره سلطان بن محمد الوهيبي من بين جميع المطايا المشاركة في السباق، واضعا نفسه في الصدارة وحاصدا الكأس والميدالية الذهبية بزمن هو الأفضل لهذه الفئة العمرية وقدره 5 دقائق و43 ثانية وجزئين من الثانية، بينما قبل المحيط بالمركز الثاني وبالبرونز وكانت الفضية من نصيبه. والله تعني لنا شيء الكثير، هذا افتتاحية إن شاء الله بداية الموسم، وإن شاء الله الحمد لله اللي توفقنا، اللهم لك الحمد على فوز منتخب قطر. والله كأس الخليج له نكهة خاصة يجتمعون فيه من كل الدول، وكل المطايا مرتبة كل سنة في سنة، والحمد لله البطولة ناجحة وتسير في تقدم. والله هدية لسمو الأمير الشيخ تميم الله يطول بعمره، وإلى محبين الشعار العنابي وإلى الشعب القطري كافة. سباق فئة الإذاعة عبكار لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 5 كيلومترات جاء ساخنا وظل يشتد مع زيادة المسافة ومرور الزمن. هجن الشحانية أيضا حسمت الأمور لمصلحتها في هذا السباق، وكان الذهب والفضة والبرونز من نصيبها. فكحيلة بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي قاتلت من أجل أن يكون الكأس والميدالية الذهبية من نصيبها، وكان لها ذلك بعد أن حققت الزمن الأفضل لهذه الفئة العمرية وهو 7 دقائق و18 ثانية و6 أجزاء من الثانية، بينما اختارت أوزان بقيادة المضمر سالم بن جابر بن فاران أن تكون لها الفضة، بينما ذهبت الميدالية البرونزية لجدوى بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. فرط الباز لهجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن جابر بن فاران المري في صدارته لسباق الإيذاع جعدان لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 5 كيلومترات، وذلك في الكيلومتر الأخير، واختار الحصول على الميدالية البرونزية، وذلك بعد أن ترك الكأس والذهب اللذين كانا قريبين منه لمشاكل لهجن الرئاسة ومنتخب الإمارات بقيادة المضمر علي بن يميل الوهيبي بزمن وقدره 7 دقائق و19 ثانية وجزئين من الثانية. طوع الطوع لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي الكأس والذهب لمنتخب قطر بعد أن حسمت سباق الثنايا الأبكار لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 6 كيلومترات وبزمن وقدره 8 دقائق و57 ثانية، بينما تمكنت فن لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي من الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية، وبالمقابل رفض منتخب قطر التفريط في الميدالية البرونزية أيضا، والتي ذهبت إلى أملاك لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي الذي يكون بذلك قد حصل على جميع رموز هذا الشوط. هذه تعني لي أنا أفضل بطولة في الموسم، بطولة الخليج من النسخة الأولى في أبوظبي، وحن مواظبين على المشاركة فيها للمقام السامي حضرة صاحب الجلالة وللشعب العماني كافة والكل مشجعين عزبة حمد محمد. والله الحمد لله رب العالمين، فوز وفخر، وحن راضين عن مشاركتنا بحكم المشاركة، قوة المشاركة. عمان خذت الحمد لله النصيب الأوفر بحكم الحلال اللي مشارك فيها، والحمد لله رب العالمين. كان ما كانت مرشحة في الثلاث المراكز، يعني على قطر والسعودية كانت ترشيحات أكثر عليها. وبفارق زمني مذهل اقترب من 14 ثانية،
توشح منتخب الإمارات بالفرح والسرور عبر وشاح لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن يميل الوهيبي، والذي تمكن من حصد كأس سباق الثنايا جعدان لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 6 كيلومترات وبزمن وقدره 8 دقائق و51 ثانية وجزئين من الثانية. حقق الدوما من منتخب قطر لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي الزمن الأفضل في سباق الحول لمسافة 6 كيلومترات لهجن أصحاب السمو الشيوخ. ورغم ذلك كان هناك صراع إماراتي ساخن لدوما في المراكز الأولى عبر هجن الرئاسة التي يضمرها علي بن يميل الوهيبي، وقطعت المسافة في زمن وقدره 8 دقائق و52 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. في الشوط الأخير والذي تسابقت فيه الزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 6 كيلومترات، عادت السيطرة على الميداليات مجددا لمنتخب قطر، حيث أنهى حرب لهجن الشحانية بقيادة سالم بن جابر بن فاران الحرب الساخنة التي دارت داخل ميدان الوثبة لمصلحته، حاصدا الكأس والميدالية الذهبية بزمن وقدره 9 دقائق و12 ثانية. الله يرحبك وناموسنا اجتماعنا بهذه الفرحة والمناسبة السعيدة في بطولة كأس الخليج للدورة الخامسة. بداية نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آثاني حفظه الله ورعاه على إنجاز الهجنة القطرية وتميز الهجنة الشحانية في ميدان الوثبة في هذه البطولة الرسمية بطولة الخليج. كأس الخليج يعني أعدت له العدة لمثل هذه المنافسة، يعني المضمرين بذلوا جهودهم ودعم من الأشخاص المعنيين بدعم هجن الشحانية بتوفير النوعيات المميزة، وهذا ما اعتدناه منهم ونطلب منهم المزيد، ولا يكفي غرورنا احنا كمشجعين ومحبين لهذه الرياضة هذا النتائج، بل طموحنا أعلى وأعلى. بفضل من الله يعني الهجن القطرية لما تحضر في الميادين يكون لها بصمة، ومع الهجن القوية الأخرى الهجن المؤسسات التي مشاركت هجن الرئاسة هجن معروفة لها إنجازات كبيرة على جميع المستويات، ولكن هذه توفيق وحظوظ وبذل جهود المضمرين، ونشكرهم للمرة الألف على هذه الجهود الطيبة، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله نشوف في المحافل الرئيسية عندنا إن شاء الله راح يكون مهرجان المؤسس طيب الله ثراه في شهر 12، وكذلك ختاميات المرموم والشحانية والميدان الوثبة إن شاء الله نرجو منهم المزيد والمزيد. أشكركم شكر جزيل على هذا اللقاء أولا، وثانيا على الدعوة الكريمة اللي تلقيناها للمشاركة في هذا الحفل العائلي البهيج تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، الذي دائما هو مبعث لنا، الفخر لنا والسعادة، ومشاركة المملكة العربية السعودية في هذه مثل هذه المحافل، وخاصة في رياضة عريقة وتاريخية وإرث نعتبره إرث عظيم بالنسبة لنا جميعا، يعني مثل هذه تعد من الواجبات. معظم الرياضات التي نمارسها يعني في دول مجلس التعاون الخارجي وفي دول العالم العربي في بشكل عام أفكارها مستوردة من الخارج ونتعاطى معها، والحمد لله نبلي فيها بلا حسنا جميعا، سواء كان على المحافل المحلية أو على الإقليمية أو على العالمية. إنما الهجن هي جزء لا يتجزأ من تراثنا، هي جزء لا يتجزأ من تاريخنا، هي العراقة بحد ذاتها، هي
الآباء والأجداد، وهي التي ذكرت في القرآن الكريم والتي امتدحها الخالق سبحانه وتعالى بأنها بالفعل معجزة. فكوننا نحتفل فيها بمثل هذا المحفل ومع مثل هؤلاء الرجال الذين هم أصل العروبة والأصالة في يعني أمر بالفعل يبعث على السعادة وعلى الفخر العظيم. لا شك أن ما شاهدته في أبوظبي في هذه النسخة الخامسة بأنها في ظني مع تقديري واحترامي طبعا لما تم في السابق، على الرغم من أن كل دورة لها ظروفها هذا أولا، وثانيا أنها هي وصلت قمتها، يعني إنما هذه يعني فعلا حققت، يعني أنا أعتقد أنها يعني ارتقت إلى التوقعات، إلى توقعات ما هو يعني ما يظن بالإمارات العربية المتحدة ما وصلت إليه من تقدم في مختلف المجالات وخاصة في مجالات المسابقات الرياضية. المنشآت اللي وجدناها هنا منشآت أكثر من رائعة، التنظيم كما يقال باللغة الإنجليزية دور تو دور من الباب للباب، نحس بأن الإجراءات اللي متخذة هنا إجراءات متناسقة ومترابطة مع بعضها البعض، ليس هناك أي خلل، ليس هناك أي تقصير من أي جهة، وبالتالي ظهرت بالمظهر المشرف اللي هي عليها اليوم، وهي تعد بالفعل إضافة نوعية، وسوف يعني يكون على من سوف يأتي بعد الإمارات عبء كبير على أن شاء الله يكسر الرقم القياسي. تتواصل التحديات مشاهدين الكرام في بطولة كأس الخليج للهجن العربية الأصيلة في النسخة الخامسة، خاصة في الجزء المخصص لمنافسات هجن أبناء القبائل عبر منتخبات الإمارات والمنتخب السعودي والمنتخب العماني والقطري وكذلك الكويتي، منافسات شديدة في 10 أشواط مثيرة نتابعها سويا. ميدان الوثبة لبس أزهى حلة له واستقبل أبناء الخليج العربي. وجود سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد الهيان رئيس هيئة طيران الرئاسة منحه ثوبا أجمل. رؤساء اتحادات الهجن بدول مجلس التعاون الخليجي كانوا حضورا أنيقا. الجمهور تابع السباق بشغف كيف لا، وكل الأحداث في سباق أبناء القبائل جاءت على قدر التوقعات. الناموس كان إماراتيا عن جدارة، عمان كان لها نصيب من الميداليات والكؤوس، وكذلك الكويت وقطر. جذبت اليذابة لمالكها عتيج بن محمد بن زيتون المهيري منتخب الإمارات ليكون في صدارة المنتخبات الفائزة برموز البطولة الخامسة لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في سباق اللقاي الابكار مفتوح لمسافة 4 كيلومترات. ولم يكن الناموس لليذابة بالأمر السهل في ظل التنافس الساخن، حيث أحرزت الكأس والميدالية الذهبية بزمن هو الأفضل وقدره 5 دقائق و47 ثانية وجزئين من الثانية. والله الحمد لله، هذا توفيق من الله، ومركاض الخليج هذا عام وشعار الدولة، وهذا له أهمية كبيرة، والحمد لله الحلال توفق وانجز انجاز طيب، وان شاء الله بعد في المراكض اللي جايين نقول ان شاء الله انجازه وحضوره ان شاء الله طيب. والله المشاركه قويه الليله والركض قوي والاعداد مثل ما شفتوا كثيره، والحمد لله الركض توزع، يمكن دوله الامارات كانت الكف الارجح في السبق الليله، وهذا مو غريب على شباب الامارات، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، والاخوان الباقيين شاركوا مشاركه طيبه ولا قصروا، وهذه توافيق، والقصد والناموس هو الاجتماع عند اخواننا الخليجيين، ونلاقيهم ونسلم عليهم ويسلمون علينا، والافضل شيء هو هذا الشيء. نعم والله يا طويل العمر المضمرين كلهم مجتهدين، اذا اماراتيين وغير اماراتيين، وهذه توافيق، يمكن الهجن الاماراتيه
أعدادها أكثر وأقوى وسلالاتها طيبة معروفة الإمارات، يعني أي بعير يطلع من الإمارات يروح القطر ولا السعودية أنتج إنتاج قوي ونفع العالم، وهذه توافيق من الله، هذا الدليل على السلالات الطيبة. أهدي لصاحب السمو ورئيس الدولة وإلى كل المشجعين شعار محمد بن زيتون المهيري. في الشوط الثاني والذي تسابقت فيه اللقاية الجعدان لمسافة 4 كيلومترات، رفض منتخب الإمارات التفريط في الصدارة وتمسك كحيلان لمالكه سعيد بن غصاب بن مصبح بأن يكون الكأس والميدالية الذهبية إماراتيتان بزمن وقدره 5 دقائق و48 ثانية و6 أجزاء من الثانية. والله تعلينا شيء كثير، ونحن ودنا طول عمرك نمثل الدولة بأي طريقة، وهذا شرف كبير، ونحن طول عمرك حاولنا بكل الطرق أن نوصل لأي كرت عشان نشارك فريق الإمارات، والحمد لله شاركنا والقعود الحمد لله انتزع الكاس. شوف نحن الخليجيين إخوان بطبيعة الحال، إخوان، ولكن البطولة منظمتها دولة الإمارات وكل شخص عنده انتماء لدولته، والحمد لله شاركوا أبناء الإمارات مشاركة طيبة وتشرف في هذه البطولة. كحيلان ينحدر من سلالة شاهين بعير علي بن عبيد برشيد، وهو من إنتاج علي بن عبيد وأمه مهجنة. نعم متأهل من ميدال الوثبة، كحيلان مخ السيارة الأسبوع اللي فات، وياي ثاني على السيارة في الشوط الأولي في قطر، وتأهل عن طريق فوزه بسيارة في البطولة. والله هدية طول عمرك رئيس دولة الإمارات وشعب الإمارات ومحبي شعار قائد المصانع. واصل منتخب الإمارات عبر الشوط الثالث المخصص للإذاعة الإبكار لمسافة 5 كيلومترات سيطرته على الكأس والميدالية الذهبية، ولكنه أفسح المجال أمام منتخب عمان للظهور للمرة الأولى عبر الميداليتين الفضية والبرونزية، وحصلت الاتحادية لمالكها سعادة حميد بن سعيد النيادي على الكأس والميدالية الذهبية بزمن وقدره 7 دقائق و23 ثانية، كان هو الأفضل لهذا العمر. مجدداً، كانت الكأس والميدالية الذهبية من مصلحة منتخب الإمارات، ولكن هذه المرة عبر سباق الإذاع جعدان لمسافة 5 كيلومترات، والذي فاز فيه حشيم لصاحبه عتيج بن محمد بن زيتون المهيري بالكأس والذهب بزمن وقدره 7 دقائق و24 ثانية وجزئين من الثانية. الشوط الخامس، من هنا بدأ المنتخب العماني رحلته نحو الذهب، وتمكنت الفليج من منتخب عمان لمالكها علي بن سالم بن سعيد الدهام الوهيبي من الحصول على الكأس والميدالية الذهبية بزمن وقدره 9 دقائق و9 ثوان وجزء وحيد من الثانية، وذلك في سباق الثنائي الإبكار لمسافة 6 كيلومترات. التنافس في سباق الثنايا الجعدان لمسافة 6 كيلومترات كان مثيراً، ولكن في النهاية حسم شاهين من منتخب الإمارات لمالكي خميس بن محمد بن مبارك الخيالي الكأس والميدالية الذهبية بزمن وقدره 9 دقائق و8 ثوان و5 أجزاء من الثانية، كان هو الأفضل لهذه الفئة العمرية. والله هذا أهم شيء يا رعيب صيحة، كأس ببطولة الخليج أهم شيء وأهم إنجاز الحمد لله على كل حال. هذه يسجل في التاريخ كبطولة الخليج وكأس الخليج، أهم حاجة عند أي إماراتي سواء في دولة الإمارات أن ينجز من الإنجاز هذا، والحمد لله على كل شيء. الشوط الأولي كان سابق في الشوط الأولي وأفضل توقيت، والحمد لله الله وفق اليوم وسبق الحمد لله. نعم رعم صيحة، هذا الشوط مفتوح، يعني مش مفتوح للمحليات، شوط محليات، شوط مفتوح من مهجن ومن محلي، ومتعنين له الناس من جميع مجلس التعاون، وكل واحد يبقى ينجز مثل الإنجاز هذا، والحمد لله توافق من رب العالمين. أهدي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ولي العهد، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، ولجميع المشجعين بن حمدش، والحمد لله على التوافق الطيبة. بالنسبة لسباق الحول لمسافة 6 كيلومترات لم يكن الحسم فيه هيناً،
واشتد التنافس فيه بصورة كبيرة إلى أن تسللت الشاهينية لمالكة خليفة بن سلطان بن رشيد الكتبي أمام الجميع، وتمكنت من تحقيق الكأس والميدالية الذهبية لمنتخب الإمارات بزمن وقدره 9 دقائق و12 ثانية، كان هو الأفضل بالنسبة للكبار. والله يطول العمر، هذا اليوم اللي انت رياه، والحمد لله الله وفقنا وحصلنا الحمد لله. الله يسهل لك خير وعافية، الحمد لله بداية طيبة الحمد لله، وتشجيع لدولة الإمارات، والحمد لله هذا كله فضل الله وفضل الحكام، الله يجزاهم خير ولا طول عمرهم، ما قصروا. والله تنافس قوي مو بسيط، عايط عمرك مشاركة من كل دولة الحمد لله، دول الخليج والنخبة كلها اليوم شاركت من كل شوط، يعني الحمد لله من أقوى الحلال، التوفيق من الله الحمد لله. هذا طعمك يعطيه حماس ويشجع تشجيع وايد، نحن شجعنا يوم اجتمعنا يا دول الخليج وركضنا الحمد لله، وكلنا اخذ نصيبه، وهذا توفيق من الله. والله شرف طال عمرك لهال الامارات جميع، وخاصه لهال هالعوير. والله تنافس قوي مو بسيط الحمد لله، الله بس وفقنا، ولا ما الشوط مو بسيط، شوط قوي الحمد لله، واستوى فيه منافس قوي والحمد لله الله وفقنا. السبب مو بغريب عليه، ناقص سبوق، وهي من بدايه الموسم الحمد لله مشجعتنا على هذا. والله تعال رشحوه، شايفين الركضة الناقه بسيطه لها وصله، سلاله بنت شاهين وامها بنت سرع، اهدي لها دوله الامارات جميع كافته. ذهبيه جديده وكاس كان من نصيب المنتخب العماني، وذلك في سباق الزمول لمسافه 6 كيلومترات. الإنجاز حققه السيف بزمن وقدره 9 دقائق و26 ثانية و5 أجزاء من الثانية، قبل أن يعلن مالكه سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي أن السيف سوف يعود إلى غمده، وأن المشوار بالنسبة له قد انتهى. بزمن يعد من بين الأفضل في زمننا القريب لفئة الحقاقة الأبكار، تمكن منتخب عمان عبر شواهين لمالكها حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي من حصد الكأس والميدالية الذهبية بزمن وقدره 4 دقائق و9 ثوان وجزء وحيد من الثانية، وبالمقابل رسمت دمعة لصاحبها سعيد بن سالم بن جار الله بن سالمين المري دمعة الفرحة القطرية بحصولها على الميدالية الفضية. والله الحمد لله توفيق من الله سبحانه، فرحة كبيرة، والحمد لله توفيق كل الشباب، توفيق من الله سبحانه. والله تمهيد طيب، ومهرجان حتى نعتبر من أقوى المهرجانات، يعني مهرجان كأس الخليج. الحمد لله احنا تشجيع ما نمثل الأشخاص أنفسنا، نمثل دولة كاملة، والحمد لله ربك وفقنا على هذا. والله هدي لحضرة صاحب الجلالة مولاي صاحب السلطان قابوس المعظم، الشعب العماني ومشجعين شعار حمد الشطيط كافة. والله شواهين وأمها بنت شاهين، استغفر الله، أمها بنت هملول وأبوها ولد شاهين الكليلي بعيد الشيخ محمد بن بطي. رفض منتخب الكويت إنهاء هذه البطولة دون الحصول على أحد الرموز، ووضع عينه على الكأس والذهب، فكان له ذلك في سباق الحقاقة الجعدان عبر متعب لصاحبه الدلوي بن عبد الله بن فلاح العجمي بزمن وقدره 4 دقائق و10 ثوان و8 أجزاء من الثانية، وكانت الفضة من نصيب المنتخب الإماراتي عبر مزعل لصاحبه حمد بن محسن بن حمد الفلاحي، بينما ذهب البرونز لمنتخب عمان عبر ناصي لمالكه عبد الله بن شطيط بن سالم الوهيبي. الناموس للجميع، والناموس الحقيقة لمشاركة إخواننا دول مجلس التعاون في هذا المحفل ولمتهم وجمعتهم، وهذا هو الهدف، والحفاظ على تراثهم والناموس لأهل الكويت، ونهدي الناموس لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الله يحفظه، وإلى حكومة الكويت ولا شعب الكويت الكريم. يا أخوي ما يخفى عليك أن كل واحد يخسر من حلاله ويتعب وكذا على أساس أنه يحصل على التفوق وعلى الفوز وعلى الميداليات وعلى الكؤوس وعلى، بس أنه يرفع اسم بلده ويشارك إخوانه ويحافظ على هذا التراث، وهذا اللي كنا نسعى عليه احنا في النادي الكويت سباق الهجن وفي اللجنه التنظيميه. احنا لا يخفى عليك احنا اعضاء اللجنه التنظيميه لمجلس التعاون. والله انا اشوف التنظيم رائع، والحمد لله وكل امور كلها طيبه، وجزاهم الله خير وبيض الله وجيههم، والشكر الحقيقه موصول الى رئيس اللجنه التنظيميه الشيخ سلطان الحمدان الله يطول عمره.
حصد منتخب الإمارات لقب بطولة الخليج العربية الخامسة، وجاء منتخب قطر في المركز الثاني، وبعدهما منتخب عمان، ذلك ما كان على الورق. ولكن عملياً كسب الخليج الواحد، فليس هناك أجمل من أن يلتقي أبناؤه على أرض زايد الخير والعطاء، ويمارسون الفرح الجميل والناموس، ويحافظون على إرث الآباء والأجداد، ثم يختارون جميعاً أن تكون الكويت أرضاً لبطولة دول التعاون الخليجي السادسة، حيث قام سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد أنهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة بتسليم الفائزين الرموز، وسلم مانع بن دواس العجمي رئيس نادي الكويت لسباقات الهجن علم البطولة. صفق الجميع لبعضه وغادروا ميدان الوثبة بعد أن اطمأنوا على أن تراث الآباء والأجداد ما زال باقياً لن يزول، طالما أن أبناء الخليج على قلب رجل واحد. نظراً لأهمية البطولة وخصوصيتها، كان المركز الإعلامي لنادي دبي لسباقات الهجن حريصاً على أن يقدم أفضل خدماته الإعلامية لجمهور رياضة الآباء والأجداد، خطة محكمة لمتابعة الأشواط على مدار اليومين وضعت. وفد إعلامي كبير من المركز الإعلامي تواجد هناك في عاصمة الميادين بأبوظبي. صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بأخبار البطولة، فيسبوك وإنستغرام وتويتر وكذلك سناب شات، كانت حبلى بالأخبار والتغطيات المميزة لحظة بلحظة وثانية بثانية ودقيقة بدقيقة، عبر الصور والفيديوهات الحصرية وبالتأكيد اللقاءات الحصرية، وذلك أقل ما يمكن تقديمه لجمهور رياضتنا الحبيبة رياضة الآباء والأجداد. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من برنامج أخبار الهجن، والتي خصصت لبطولة كأس الخليج الخامسة المقامة هنا في عاصمة الميادين بالوثبة. كانت منافسات مثيرة، كانت منافسات الأشقاء والإخوة والمحبين على أرض عاصمة الميادين هنا في العاصمة الحبيبة أبوظبي، ليتصدر منتخب الإمارات الترتيب العام، ومن ثم المنتخب القطري، ومن ثم المنتخب العماني. في نهاية هذه البطولة الكل يحمل شعار واحد، وهو شعار الناموس الواحد، شعار الإخوة، شعار المحبين، شعار من قدموا للمنافسة هنا على هذه الأرض الطيبة للظفر بناموس غالي، وهو ناموس الأشقاء وناموس المحبين. تحياتي أنا في الختام عصام الخامري، وتحيا طاقم العمل. مع السلامة.